الكهرباء ما عندهم. فاتهم يا عم ادوى عم. بص بص تخلوه كده كده بتعمش لوحده. عم اعمل اعمل كده بقعد. بص بص يا جدعان يا لهو عنده يا لهو شعر ابيض. مين ده؟ شعر ابيض جاي علينا وسع وسع نرجع ونرجع يا عم حد شعر. بص 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 يا جدعان اتحبسوا. باين يالا الباب يالا باين الباب. السلام عليكم وبداية فيديو جديد. طبعا جدعان زي ما انتم شفتوا الفيديو الاخير اللي احنا نزلنا في مصر. طبعا جدعان المفروض ان انا جيت حطيت الشنط تحت عند تيتا والمفروض ان انا دلوقتي قدام باب الشقة واخش اشوف فعلا الموضوع ده بجد ان شاء الله او اللي كلمنا ده بيستظرف معانا ولا بجد. وهنشوف المفروض ان الشقه كانت مقفوله وكله تمام فالمفروض ان احنا دلوقتي هندخل. طب يا جدعان حد بيعصب معانا دلوقتي؟ بس لو حد جبت محمد ياسر لان ده اول واحد شاكك فيه بقول لكم قدامه. بس ما تقوليش احسن ناس في الدنيا بدل ما اديك في وش يا عم. اقول لك ايه بيس وما تقوليش عيب عليا. انا لو عرفت ان انت محمد ياسر قدام الناس هو صور فيديو يا جدعان لانكم وبقول لكم اول واحد شاكك فيه. اقسم بالله لو انت اقسم بالله انا بسالك. لا يا عم بقى احدث يا عم. الناس الناس يا بيسو برضو برضو بيسو برضو يا عم خش جوه. طب تعالي لو عليا النعمة انا لو ما لقيت الدرع جوه. لا يا دي انتهبل يا لك هكسر عظمه بقى. انتهبل يا عم انتهبل. ارجع ورا عشان ما ضربكش انت كمان والله هضربك. ارجع ورا. يا عم يعني احنا جايبينك عشان تحل يا عم وانت مش ولا فين؟ هات امك. انت خدت العيش والمال بس احنا مش عليك. امين يا ابو خش معاك. حط العسالة ارجع يا عم. ما تصوش في حسابها ما قلتلكش. يا عم انت هتموتني. تعال يا عم صور يا عم ما تهزرش انت كمان يا عم. اكيد هنعمل لايك للفيديو ده عشان الفيديو ده يوصل لناس كتير. برضو برضو بس يلا عشان انا هكسحكم انتوا الاثنين النهارده. تعالي تعالي بصوا يا جدعان الباب مسكون. شوف حد بيتكلم. اول حاجه الكهرباء قطعه بتاعه الشقه. انت ماليش ايد في دي. طب انا اعملها ازاي والباب ده شغال وانا كهربي يا جدعان؟ يا بيسوع هنزع على بالراحه. اقفل الباب بس. انت عم القمر عليا يا عم. مش حد في الشارع يا جدعان. الدرع كان محطوط. هو فين الدرع؟ بره يا محمد يا ياسر. بس صور الكاميرا لا لا الدرع بالكرتونه. الدرع امي كانت حاطاه. اطلع بس الكوتش كده وروق دنيتك. لا يابا مش قال عشان امسك الكاميرا كده. امسك الكاميرا صور الراجل. عامل سيبه امسك الكاميرا. امسكت الكاميرا. انت عامل دقه فين الدرع يا محمد ياسر؟ بقول لك ايه؟ بقول لك ايه الراجل بايده. انت شايفه عمل ماشي. طب بص انا هقول لك انا الدرع فين. امي يا جن امي يا جدعان. يا انتوا يا جدعان اها يا عم تدعم. ايه يا عم انت هو في ايه؟ ايه ده سيبه سيبه. الدرع مش معايا وانا هسرقه. هسرقهم يعني انت بتطلعني لاقوه. هسرق شغلي. لا بص عمل فيك ايه؟ قوم خدك ستيني كتك ستيني. اه يابا اشطه حماسه. مين اللي سرقك؟ كتك سيدي يا عم. استنى استنى في صوت اهو. اهو في صوت. امسك كده امسك كده امسك صوت. ايه ده؟ صور بس بس بص محدش يتكلم. عايزين ايه؟ محدش يتكلم. الكرسي الكرسي ده الباب اتقفل في الشقة. الباب اتقفل. الباب مش هيفتح. صور كده كده صور. بص انت هات الكرسي. يا لهوي يا لهوي. انت مين؟ انت مين؟ انت مفوت يا عم. ارجع ورا ارجع ورا يا لوي. ارجع 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 يا مين يا انت مين يا هلا؟ انا ماليش دعوه بحد يا جدعان. محمد ياسر حد يا محمد ياسر. ورب الكعبه ما اعرف. فاتهم يا عم ادوى عم. بص بص تخلوه كده كده يا جدعان مش لوحده. اعمل 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 كده بقعد. بص بص يا جدعان يا لهو عنده يا لهو شعر ابيض. مين ده؟ شعر ابيض جاي علينا وسع وسع نرجع ونرجع يا عم محدش يقرب. ارجع يا الباب مش عايز يتفتح يا عم. افتح الباب. بص 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 يا جدعان اتحبسوا. باين يا الباب يالا باين الباب. بس ما مش عايز يفتح. ارجع يالا حماسين عليك كده يابا. قول يا عم خد بص هنا افتح الباب ده حماس. ورب الكعبه ما اعرف وحياه العيش والمال. ايه ده بقى؟ مين ده؟ يا عم ربنا ما اعرف. اهو ضربك واعر. اهو قعد واعر. ربنا ما اعرف.
ثانية يا عم كدعم. الواد ده راينا. استنى بس. الواد ده راينا. الواد ده مش خايف منه. الواد ده مش خايف منه. تعال بس كده. تعال. انا بقولك ما اعرفوش وحياتي العش الملح اللي فيه. ارجع على. بص استنى. استنى. ارجع على ابنك. ارجع على ابنك. تعال بقولك بس العيش تعال بس قدام الناس يا عم ما اعرفوش قدام الناس يا عم بس ايه ده هتمسكنيش كده يا عم احنا بنتكلم بالراحه بقولك ايه انا سبتك تمد ايدك كتير سبت انا ايدي كتير هوقعك وقع عره ثانيه عره يا باك كتير يلا يا باك وحياة امك ارجع يلا ارجع يلا بصوا بصوا استنى استنى بص انت مش خايف منه وربنا خايف منه يا ابني ده يشدينا اوعى يا عم اوعى ده ما ينفعش سيبنا والله تعالى تعالى وربنا ما حل طب تعالى هنا تعالى هنا يا جدعان والله كده ما ينفع الواد ده تبعك اه محمد ازاي يا خاين يا ربنا ما عرف يا جدعان ده جاي علينا بيقول لك تابعه يا جدعان تبع مين يا اوه قول حقيقة تعالى بقى كده يا عم ما عرفوش انت عايز تبيع الدرع وكتاب اللي ما عرفه عايز تسرقه وبيعه والمصحف ما عرفه انت ما تحصبني ولا جاي استنى بس ولا ما تحصبنيش على صلوا يا جدعان ثانية صلوا على النبي صلوا على النبي يا عم صلوا على النبي بالصور صلوا على النبي صلوا على النبي يا عم صلوا على النبي يا عم ما في ايه لنا روح بعدين فين صلوا على النبي صلوا على النبي لنا روح صلوا على النبي لنا روح بقول لك يا عم لنا روح ابعد يا عم عشان القرب تعور انا اسرع اكل ايش اطلع يا جدعان قبل ما اتكلم قبل ما اتكلم صلوا على النبي يا جدعان ما اعرفوش والله بقول لكم صلوا على النبي يا جدعان عيب اللي احنا بنعمله ده احنا كبار من صغارين ولا اخوك يا عم يا عم احنا كبار من صغارين يا عم هو بيقول ان هو تابع وكتاب اللي ما اعرف يا ابني اصبر وعيتك يا ولد يا عم هات مصحف ونحلف عليه يا عم بقول لكم صلوا على النبي انتوا كفرة السلام. يا جدعان المفروض ان احنا دلوقتي اللي احنا بنعمله ده احنا كبار من الصغارين احنا المفروض ناس كبيره وناس عارفه وناس فاهمه يا جدعان ما ينفعش ان احنا نيجي لو فعلا دي مشكله او محمد ياسر مالوش طرف خليك تعوج لي رب اصبر بقى يا جدعان ايه اما خلاص كلام اتكلم يا جدعان لو محمد ياسر موضوع ما ينفعش اللي احنا بنعمله ده لا. احنا والمصحف ما يخلص خلص يا عم اخلص عشان عايز كلمتين المفروض ان احنا اللي احنا بنعمله ده المفروض ان احنا دي دلوقتي في مشكله يا نقف كلنا ايد واحده ونكمل منها رجاله يا خلاص يا جدعان وانا معاك لحد ما اموت بيس ما تسهلش يا جدعان يا جدعان ينفع حاسبه يا جدعان حاسبه ما انت مش خايف منه يا ربنا لا واقف على اعصابي ولا كان واقف على اعصابي ثاني يا جدعان انا بشهقكم احنا لسه جايين من السفر اهو لسه الشنط ما يعني الشنط ما طلعتش شقتنا ولسه جايين من السفر ولا علينا دعوه بحاجه اهو وفي حالنا ولا بنأذي حد ينفع يا جدعان محمد ياسر برضه ايه محمد ياسر انت يا عم انت بتقول ان احنا مش عايزين ثانيه بقى طب انا هثبت لكم حاجه تعالى كده تعالى خش على محمد ياسر خش عليه دور لي عليه لا بقول لك ايه انت تعمل نفسك خايف منه يا عم والله لا ما اعرفه ايه ده بس هات شفت يا عم اخوك يا عم هاته بقول لك ايه والواد ده تبعك اه ايه اه يا ابني انا اعرفك يا ابني اهو انا اعرفك بالراحه بالراحه اهو يلا بنتيب كل انا مش فاهمه اهو قال لك مجموعه وانا منه ارجع 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 كده ارجع ارجع عشان ما ازعلكش صل على النبي صل على النبي قول لك كلمه ده الشهر ده الشهر اول حاجه ده الشهر بص استنى هزعل امه انت تعرف مين ايه انت بتنام عليه انا اعرفك اه بيقول لا استنى استنى هي هسألك سؤال الواد الناس هتسمع بينا عامل ايه محمد ياسر بيلاقوش على الكلام عشان ما الواد ده تبعك الواد ده انا بس كده الواد ده تبعك واحد في الموضوع واحد قال لي دخلك بس ومسلم شفت يا عم ان مش هو ولا مش هو 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 اهو احلف يا ابني الكلب يا اسكت اهو خش له خش له بس اديله على
يا جدع انا بقول لك اقعد في المصحف بقول لك اقعد في المصحف يا علي افوقه عشان وحيات امي انا ما هحل لو انت شايف ان العيش والملح اللي ما بينك كده وحيات امي تعال اديله علقه فوق امك ابيس هو اللي انت بتعمله ده انت شايف ان انا عامل كده هو اللي انت بتعمله ده هو ايه هو ايه